لا شان المفصل، حيث صدر قبل أيام تقرير عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي دعا إلى مراجعة الدعم الموجه للتنمية بدول الساحل. وأشار التقرير إلى بعض النماذج مما اعتبره فسادا وحكامة غير رشيدة في بعض بلدان الساحل، مطالبا بأن تكون محاربة الرشوة محورا من محاور التفاوض السياسي بين أوروبا وغرب إفريقيا في المستقبل. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. دعا تقرير فرنسي صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مراجعة الدعم العمومي الموجه للتنمية في 6 من دول الساحل نظرا لسوء الحكامة والتسيير في بلدان المنطقة. يتراوح الدعم الفرنسي وحده ما بين 300 إلى 600 مليون يورو سنويا في إطار تعاون ثنائي، فضلا عن الدعم الأوروبي. كل ذلك لم ينفع الدول المعنية في إطلاق مخطط تنموي، مما يحتم مراجعة الوضعية الراهنة للنجاح في مجابهة التحديات الخطيرة في المنطقة بشكل فاعل ومؤثر. ودول الساحل الستة المعنية هي مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا والسنغال. ويقترح التقرير جعل مكافحة الفساد أولوية رئيسية في الحوار السياسي مع بلدان الساحل في المستقبل. التقرير وضع الأصبع على نماذج من وجع دول الساحل المتمثل في شيوع الفساد والحكامة غير الرشيدة. طالب بأن تكون مكافحة الرشوة مثلا محورا من محاور التفاوض السياسي الأوروبي الغربي الإفريقي في المستقبل. هناك حالة من الخيبة لدى شباب دول الساحل طال أمدها إذا لم تفلح الدولة الوطنية في إعطاء صورة ناصعة عن الحكامة الرشيدة وتسيير الشفاف. أشار التقرير إلى أن الديمقراطية أداة لترسيخ دولة القانون، لكنها في دول الساحل هي أداة للتسامي على القانون. المنتخبون المحليون في الغالب مكلفون بمهام من قبل السلطة، والقوة الحقيقية هي لأناس غير منتخبين. ومعنا في الاستوديو اسماعيل الشيخ سيدي، خبير في شؤون غرب القارة الإفريقية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب، بداية، كيف تقرأ في السياق الذي يأتي فيه هذا التقرير؟ يعني هو استنفار من المنتخبين في الدول الشمال الغني، لان ما يسمونه ليد بيبليك ديفلوبمنت، يعني المساعدة التي تقدمها دولهم لدول دول الجنوب الفقيرة وخصوصا دول الساحل، يعني يرون أنها يعني غير ذات جدوى، خاصة أن هذه الدول يعني ظهرت بها مشاكل كبيرة جدا تتناقض مع الحكام الرشيدة، ومنها أيضا ما هو قاهر يعني خارج عن الإرادة مثل الجفاف الذي عم دول الشمال دول الساحل في سنة 2011، وهو جفاف مسكوت عنه. نتائجه يعني مثلا في موريتانيا 600 ألف إنسان تحت خط الفقر. وطبعا لا ننسى ان التكتلات شبه الاقليميه ازدادت رغم كل شيء. ففكره جي 5 التي كانت موريتانيا هي العقل المدبر لها هي فكره ذكيه، لان هذا الفضاء يمتد من تشاد وحتى موريتانيا، وهو فضاء يعني منهك للغايه، لان النخبه الحاكمه فيه الان تقريبا تواجه نفس المشاكل تبدأ من طيب، التطرف. لكن هل فرنسا اكتشفت وجود هذه المشاكل وهذه التحديات في دول الساحل في هذا الظرف بالذات؟ هو التقرير صدر عن لجنة الشيوخ، لجنة الدفاع والسياسة الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، وهو تقرير مستقل يعني لا علاقة له بالحكومة الفرنسية، لكنه يشي بشيء من الامتعاض من قبل النخبة السياسية الفرنسية، لأن فرنسا الآن تقود عملية عسكرية هائلة في شمال مالي ولم تؤتي أكلها، وبدأ المنتخبون الفرنسيون يبحثون عن المشاكل في حين عن أسس المشكل، في حين تبحث الحكومة الفرنسية عن المآلات، مآلات الخروج أساسا. والتقرير خلص إلى خلاصة مرة تتمثل في أن 600 مليون أورو، ما بين 300 إلى 600 مليون أورو التي تستلمها دول الساحل من دول الشمال سنويا، هي يعني ليس لها انعكاس مباشر على التنمية. فيقول التقرير بالحرف الواحد إن هنالك مثلا في مالي يعني تمالؤا بين الحكام في باماكو والمنتخبين المحليين في الشمال على حساب الساكنة المحلية،
وربما هنا يكمن الداء وسبب الإرهاب هو الحكامة غير الرشيدة. إذن العلاقة بين الفساد والإرهاب هي علاقة يعني توصل الشيوخ الفرنسيون إلى أنها وطيدة. طيب بناء على هذا التقرير، إلى أي حد ستقبل برأيك أوروبا إلى مراجعة اتفاقياتها في المجال التنموي بدول الساحل؟ هي العلاقة بيننا وبين أوروبا علاقة مهلهلة، لأن مثلا إذا نظرت إلى بيان الحكومة الإيطالية اليوم يحصي في 6 أشهر الأخيرة 70,000 مهاجر وصلوا بالفعل إلى الأراضي الإيطالية، وتقريبا نصفهم من دول الساحل. نصفهم من دول الساحل لماذا؟ لأن هذه الأوطان هي طاردة بالدرجة الأولى، ولأن الجيل الثاني من الحكام في عهد الدولة الوطنية استلم أوطانا، يعني استلم منطقة خبالا بما في الكلمة من معنى، ولم تكن الإرادات السياسية متساوية. مثلا نرى في تشاد يعني إدريس دبي متشبث بالحكم، في النيجر يهتمون بالديمقراطية على حساب دولة القانون، في موريتانيا يهتمون بمخرجات الحوار على حساب مخرجات العملية التنموية. رغم ذلك هنالك مسار موازي يكاد يكشف بوار السياسات الحكومية، وهو مسار البنك الدولي والبنك الدولي والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة. في الأيام الأخيرة في نواكشوط كانت هنالك ورشة يعني لبرنامج يقدر ب 16 مليون دولار يهتم بتمكين المرأة وبتوظيف الشباب، لأن هذه المجتمعات مجتمعات شابة، يعني 60% من سكان دول الساحل ما بين 18 سنة و 60 سنة، ما قبل ذلك وما بعده هم عالة على هذه الدول، وهذه 60% هي كلها عاطلة عن العمل إلا من رحم ربك، لأن السياسات مكافحة البطالة يعني هشة. وهذه المشاكل مجتمعة يعني تفرز يعني واقعا جديدا وإكراهات جديدة على الحكم، على نظام الحكم. لا بد من مقاربات عقلانية وجديدة يعني وشاملة للفقر والإرهاب والجفاف على حد سواء. طيب لكن هذا التقرير الذي وصفته بالمستقل إلى أي حد سيؤثر على العلاقات بين أوروبا وبين بلدان الساحل في الجانب التنموي فقط؟ هم طالبوا، الشيوخ الفرنسيون طالبوا وضع النقاط على الحروف في الحوارات السياسية المستقبلية بين الحكومات، بين الحكومات في الحكومات الأوروبية، وفرنسا هي التي تقودها هي وألمانيا، وبين دول الساحل. لكن أهمية التقرير تكمن في دق ناقوس الخطر للحكومات، لأن الحل يبدأ من الدول نفسها ومن النخبة الحاكمة وكذلك الانتليجانسيا، وليس من شمال الكرة الأرضية. طيب بالنسبة لبلدان الساحل هذه المعنية بالدرجة الأولى، هل سيؤثر هذا التقرير على تعاطيها في هذه الجوانب التي تنتقد فيها؟ طبعا هي لا خيار لها، لأن حجم المظلمة هائل، 600,000 إنسان في موريتانيا، يعني حوالي ربع السكان تحت خط الفقر، والبرامج التنموية والبرامج الأممية التي يقودها البنك الدولي والأمم المتحدة هي لا تكاد تخبو إلا لتظهر مرة أخرى. معناه أن هنالك مشكلة تنموية حقيقية، وهذا المشكل يعني منه ما هو خارج عن الإرادة ومنه ما يمكن السيطرة عليه، مثلا المتعلق بالطبيعة، طبيعة الجفاف والصحراء الكبرى. هنالك مشروع يعني، وموريتانيا هي دولة المقر، مشروع السور الأخضر العظيم، وهذا المشروع يمر من دول جاسين كلها. كذلك فإن تكتل جاسين الذي هو يعني تقريبا بني على أنقاض دول الميدان ودول المغرب العربي الفاشلة في التكامل، ودول فيه يضم 3 دول من سيدياو، يعني هذا التكتل، تكتل جاسينك والتكتل طموح، إذا ما صغى أعضاؤه لبعضهم البعض واستطاعوا أن يخرجوا برؤية موحدة لشمال الكرة الأرضية الذي في النهاية هو المانح الأساسي. إذن أشكرك اسماعيل الشخصي، خبير في شؤون غرب القارة الإفريقية، شكرا جزيلا لك. أهلا.